طبعا موضوع اللجنة اللي لجنة الحوار ما بين الأمريكان والعراقيين هي حددت سبحان الله قبل ليلتين من ما حصل في غزة. يعني سابقا أي يعني قرروا أن يجلسوا لكن لم يجلسوا، كان المفروض اليوم التالي بعد غزة هو يكون أول اجتماع، وحددت الأطراف العراقية من تجلس وكذلك الأطراف أمريكية، لكن ما حصل في غزة هو كان تطور كبير أوقف هذه أوقفها أم أخرها؟ لا أوقفها، يعني بنتيجة أخرت يعني قصدي إيقاف مو نهاية الموضوع، أنه ما راح يكون أكو حوار، لا صياغة لا الطلب ما من جايز. جديد. أول مرة توقفت، بعدين تعرفين يعني اللي غزة هو اللي حصل في غزة، وبعدين الرد الصهاينة حرك كل المشاعر الإسلامية والعربية، وأكثر ما حصل هو في العراق، ولذلك كانت هناك مواقف كبيرة وعظيمة وسوف يذكرها التاريخ، سواء كانت المرجعية من الحكومة من كل الكتل السياسية والفصائل. لكن الخلل اللي كان موجود لم يكن هناك موقف موحد، يعني احنا لما نتكلم عن دولة عراقية وحتى هذه الدولة تستطيع أن تقوم بواجبها ضد هذا الحدث المهم، يجب أن نترك الأمر للقائد العام للقوات المسلحة باعتبار هو اللي يدير هذه المنظومة. لكن بعض الفصائل حقيقة قامت بعمليات لضرب أهداف أمريكية في العراق أو في خارج العراق بناء على أيديولوجيتها وبرامجها، وهذا حقيقة أخر هذه اللجنة. الأمريكان يقولون احنا ما نكمل بهذه اللجنة طالما أكو قصف، فهذا يعتبر إذا وصلنا لاتفاق بالخروج، وأقولها للأمانة الأمريكان هم يريدون يخرجون الآن، هم قرارهم بأن يخرجوا بشكل كامل، بيخرجوا من العراق، لكن يقولون احنا لا نريد ان يكون تحت يعني ظرف القصف، لانه هذا القصف اذا ما يوقف بالتالي احنا خروجنا سوف نكون مهزومين، ولا احنا لا نريد ان نخرج مهزومين من العراق. لذلك انا اقول حقيقه لا، انا بين بهذا الامر اليوم موقف لرئيس الوزراء حقيقه لم يتخذ اي رئيس وزراء سابق، يعني موقف شجاع، وخاصة الخطاب الأخير كان خطاب واضح وصريح ووضع النقاط على الحروف. نعم يعتبر هذا الفصيل أو هذا الشخص هو بنظر الأمريكان هو خارج عن القانون أو كذا، لكن المشكلة وين؟ المشكلة من مسؤول عن محاسبة هؤلاء الأشخاص هي الحكومة العراقية. فالأمريكان ارتكبوا خطأ فادحا عندما قاموا بضرب هذه الأهداف.